نعم بالفعل ليلة ساخنة شهدتها مناطق شمال الضفة الغربية في ظل حملة اعتقالات واسعة ومداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها وأكبرها كانت تتلخص في بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين، حيث داهمت أكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية برفقة جرافة البلدة وشنت حملة مداهمات طالت عشرات المنازل الفلسطينية. عمليات المداهمة تركزت لإجراء اعتقالات واحتجاز العشرات من الفلسطينيين. وفق المصادر المحلية فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز أكثر من 40 شابا فلسطينيا وأجرى سلسلة من التحقيقات الميدانية. وفق المصادر المحلية فإن الاحتلال أفرج عن غالبية المحتجزين وأبقى على اعتقال 4 من الشبان الفلسطينيين. طبعا في غضون ذلك كانت قد اندلعت اشتباكات مسلحة واستهدافات بالعبوات الناسفة محلية الصنع باتجاه الآليات العسكرية والعربات العسكرية، جرافة عسكرية على الطريق الرئيسي وسط بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين بمحاذاة ما تعرف بمديرية التربية والتعليم، شرعت بعمليات تدمير طالت نقاط البيع المتنقلة وبعض المحال التجارية، وأيضا أدى إلى إحداث دمار متعلق ببعض المركبات داخل بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين. العملية العسكرية في قباطية استمرت قرابة 6 ساعات منذ قبل ما منتصف ليلة البارحة، وعند ساعات الفجر الأولى شرع الاحتلال بعملية الانسحاب. في مدينة نابلس داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حي رفيديا واعتقل شابا فلسطينيا وانسحبت الآليات العسكرية باتجاه المحور الشمالي من المدينة، بالإضافة إلى اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية واعتقل شابين فلسطينيين. بطبيعة الحال وفق الإحصائيات الأولية للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين فإن حصيلة المعتقلين حتى هذه اللحظة بلغت أكثر من 25 شابا فلسطينيا خلال عمليات المداهمة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في مدينتي نابلس وتلكرم هذا اليوم تتحضر المدينتين لتشييع جثماني الشهيدين، الشهيد أنس دويكات في مدينة نابلس والذي سيوارى الثرى في مقبرة روجيب عقب استشهاده ليلة البارحة على حاجز بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس، بزعم طبعا جيش الاحتلال أنه رفض الانصياع لأوامر الجنود وأطلقوا النار عليه، وأبقى الاحتلال على احتجاز جثمانه لعدة ساعات ولاحقا قام بتسليم الجثمان للخدمات العسكرية الفلسطينية ونقل إلى مستشفى رفيديا. وتتحضر المدينة بعد نحو ساعة ونصف من الآن لانطلاق جنازة التشييع. نحن الآن في مخيم تولكرم وتحديدا في نطاق المنطقة التي استشهد بها الشاب نبيل عامر خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي البارحة، استهدفت محمد العوفي قائد مجموعات جند الله في المخيم بعد حصار المنزل وتسلل الوحدات الخاصة. أبقى جيش الاحتلال بطبيعة الحال على احتجاز جثمان الشهيد محمد العوفي قائد مجموعات جند الله على غرار ما حدث مع معتصم العلي قائد كتائب شهداء الأقصى في مخيم نور شمس ورفض تسليم الجثمان للعائلة. جثمان الشهيد الشاب نبيل عامر سينطلق من مستشفى ثابت بمدينة تولكرم وسط إضراب جزئي لمشاهد الحياة العامة على أن ينقل إلى هنا إلى منزل العائلة لأن يوارى الثرى. حدث مع الشاب نبيل عامر كان داخل هذا المنزل وسط المخيم، كان يتواجد أعلى المنزل مع طبعا ورود أنباء تسلل الوحدات الخاصة، وعلى الفور آلية عسكرية إسرائيلية وجهت طلقاتها النارية ما أدى لإصابته في الرأس. الرصاصة دخلت من الجهة اليمنى وخرجت من اليسرى، ويعني وصفت الإصابة آنذاك ليلة البارحة بأنها حرجة للغاية، ووصل إلى مستشفى تولكرم ثابت وكانت هنالك مساعي لنقله إلى مدينة نابلس نتيجة إصابته الحرجة، لكن هذه الإصابة لم تمهله الكثير وأعلن عن استشهاده.